استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه برئاسة الحرس الوطني صباح اليوم الفريق أو الركن رشاد محمود رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالجمهورية الباكستانية الإسلامية الصديقة والوفد المرافق، حيث استعرض معه خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق العسكري، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.